اهلا وسهلا بيكم، معاكم عبير عبد الباقي من الساعه 3 ل 4 على قناه سي بي سي صبحا، على قناه سي بي سي سفره، في مطبخ الف ب طبيخ. النهارده انا اخترت لكم وصفه خفيفه جدا للي هم حابين يخشوا المطبخ لاول مره، وهي وصفه محببه لكل افراد الاسره. علشان نعمل الوصفه ديت محتاجين كيوبس بطاطس متقطعه او مكعبات بطاطس متقطعه صغير، مسلوقه في ميه وملح 3 ارباع سوا، ربع كيلو فراخ مكعبات، التوابل بتاعتنا ملح، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسمر، ثوم، جبنه، هنحتاج بقى سمنه وزيتون حلقيه. هنبتدي بقى الوصفه بتاعتنا. لازم نبقى مسخنين الطاسه كويس قوي، ننزل بالسمنه، السمنه بس تسخن شويه، وبعدين ننزل الفراخ عشان ما نحاول ان الفراخ ما تنزلش ميه، فبنقول بنديها صدمه. نستنى بس السمنه تسخن شويه. وفي معلومه عايزه اقدمها، هي ان يا ريت تبقى حجم الطاسه اللي احنا بنعمل فيها مناسبه بالنسبه لحجم الفراخ، لان كل ما الطاسه صغرت على كميه بتاعه الفراخ اللي احنا بنستخدمها، الفراخ بتضطر يعني ايه بتنزل ميه وما بتتحمرش الا بعد فتره كبيره يعني. فدلوقتي خلاص تقريبا السمنه بتاعتنا سخنت، هننزل الفراخ. بسم الله. وهي الفراخ على النار بقى، هننزل الثوم، الملح، الفلفل الأسمر، البابريكا، البصل الباودر. نقلب الفراخ بقى كويس قوي، واحنا بنقلب الفراخ كده ومستنيين ان هي تتحمر وتبقى حلوه، ناخد هبه. اهلا يا هبه، اهلا وسهلا، اهلا اهلا. هو ممكن بس هتاخد منك يا هبه سوى شويه يعني، ممكن تقطعيها يا هبه زي الشاورما شرايح رفيعه صغيره كده، تبقى اقرب شويه للوصفه بتاعتنا. لكن حتى لو عندك مكعبات صغنونه هتستوي بردك، بس بقى لازم هتحط لها ميه عشان تستوي يعني. لغايه ما الفراخ تستوي معانا ناخد فاصل وبعدين نرجع نشوف هنعمل معاكم ايه. تعرف معنا على الخطوات المستقبليه بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضويه كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبيه في المؤسسات الاعلاميه وتجهيز سيرتك الذاتيه والتقدم للوظائف ومناقشه افكار الاعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تاسيس كايرو تي في اونلاين، تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. رجعنا من الفاصل، ما عملناش أي حاجة من وراكم في الفاصل ولا أي حاجة، أنا سايبة الفراخ بتتحمر أهي خطوة بخطوة مع بعض عشان اللي هم لسه مبتدئين بيتعلموا الطبيخ. دلوقتي خلاص زي ما احنا شايفين الفراخ احمرت. انت لو حابة تحمريها عن كده في البيت ممكن تحمريها أكتر من كده شوية. دلوقتي بقى هناخد من نفس التوابل اللي شوحنا بيها الفراخ، اللي هي البابريكا، ونحط على البطاطس
البصل الباودر، الفلفل الاسمر، الملح حاجه بسيطه لان انا سلقاها ايه في الاول في ميه وملح. هقلب كل ده كده مع بعضه، وبعدين هنزل ايه بيهم على الفراخ. خلاص الفراخ اهي اهي، ننزل مكعبات البطاطس. وخلي بالك بقى وانتي بتقلبي عشان البطاطس ما يتهريش منك، لان ده احنا سلقينه من الاول علشان ما يتهريش منك ويبقى شكله مش حلو. بس نقلب تقليبتين تلاتة كده، لان هو خلاص البطاطس اوريدي هي مستوية، مش محتاجين ان احنا نقعد نقلب فيها كتير. هي ميزة الطبخة ديت ان هي طبخة خفيفة وكل افراد الاسرة الولاد والكبار بيحبوها، وممكن تعملي جنبها رز ابيض، ممكن تعمليها سندويتشات، ممكن تعمليها جنبها مكرونة، فهي يعني وصفة كاملة متكاملة حلوة جدا. بس في الاخر بقى هننزل شرايح الزيتون. انت ممكن تحبي تضيفي اي اضافة من عندك، ممكن تضيفي لها مثلا رشة كزبرة خضراء، انا هجرنش بيها الحقيقة. انت ممكن تحطيها تفرميها وتحطيها في ضمن المكونات من جوه، حابة تحطي فلفل حراق، حابة تحطي مثلا هريسة، ممكن تحطي اي حاجة انت حباها من التوابل اللي انت بتحبيها. بس وفي الاخر خالص بنرش الجبنة بتاعتنا، ويلا على التقديم. اوكي، ولغاية ما الجبنة تندمج كده هوت مع البطاطس والزيتون. بس بقى خلاص نوقف تقليب علشان البطاطس ما يتعجنش مننا، وناخد زهرة على التليفون. اهلا يا زهرة، الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا حبيبتي، ليكي ممكن على عايزة تحطي على وشها جبنة ايه موتزاريلا يعني. زهرة، طيب زهرة مش التليفون تقريبا اتقطع، مش عارفة. هي ممكن هي لو حابة تحط بردك الجبنة الرومي او الجبنة مثلا التشيدر او الجبنة اللي هي حباها، وممكن تدخلها الفرن وشها بس يحمر، بس وشها يحمر تولع لها الشواية، مش هتدخلها الفرن بقى عشان المكونات كلها ما تنشفش مننا. لكن هي لو عايزة تحط مثلا جبنة بارميزان، يبقى تحط الجبنة البارميزان وتحط معاها اي ماده دهنيه زي سمنه او زبده، عشان ده بيزود من ان الجبنه ما تنشفش لما تفتحي الشوايه بس، ويبقى عينك عليها وتطلعيها وتقدميها. بس كده احنا تقريبا الطبق جاهز للتقديم. احنا طبعا عارفين ان البرنامج بتاعنا دوت اساسه هو تعليم البنات اللي هم مقبلين على الجواز في ان هم يتعلموا الطبيخ، او حتى في ناس كبيرة بس حبت على كبر انها تتعلم الطبيخ ده، بفضل دلوقتي انتشار القنوات بتاعت في الميديا، قنوات الطبخ المختلفة، وخصوصا القناة بتاعتنا دي بتاعت CBC، فشوقت ناس كتير قوي انها تتفرج على الوصفات، وعرفوا ان الطبخ بسيط جدا وسلس ومفهوش اي مشكلة، والمهم ان انت تطبخي بحب، وانك انت تضيفي التاتش بتاعك وشخصيتك، ده هيفرق كتير جدا جدا مع جوزك ومع ولادك، وهيعمل مناخ جميل جدا جدا في الاسرة. يعني انا عارفة دوشتكم شوية، بس فعلا انا هدفي ان انا اعلم البنات فعلا الطبيخ، لان انا حاسه ان في من ضمن المشكلات الاجتماعيه حاليا في مصر هي الحقيقه الانفصال،
ونسبه الانفصال ارتفعت فعلا بسبب يعني حالات انا يعني شخصيا اعرفها بسبب عدم معرفه البنت الطبيخ. الطبيخ ده من الحاجات اللي بتعمل استقرار في البيت وبتسعد الزوج، يعني اقرب طريق لقلب جوزك زي ما بيقولوا معدته. فيبقى لازم البنت يعني وبناشد كل ام ان هي تعلم بنتها الطبيخ قبل ما تبدا المشاكل الزوجيه بعد الجواز. بس طولت عليكم، ويا رب النهارده تكون الوصفه كانت خفيفه عليكم نقدمها. بس كده وصفتنا جاهزه. للتقديم ممكن نحطها وطريقة الجرنش كمان مش هعقدها عليكم. نعمل كده حاجة بسيطة خالص، ما ننساش نمسح الطبق. بس وكده يبقى طبقنا للنهاردة خلص. يا رب يكون نال اعجابكم. مستنية استفساراتكم وتطبيقاتكم وتعليقاتكم. يلا باي باي. Thank you.